بيدي لا بيد عمرو. مثل شهير عند العرب أرجع إلى الزباء بنت عمرو بن الأضرب التي اعتلت عرش تدمر بعد وفاة والدها على يد جذيمة الأبرش ملك الحيرة، وما إن استقرت عندها السلطة حتى كادت لجذيمة وطلبت أن يتزوج منها وتتوحد المملكتان وينتهي شبح الانتقام. اجتمع جذيمة بمستشاريه وأطلعهم على الأمر، فأشاروا عليه بالموافقة عدا قصير بن سعد الذي توقع الخديعة، لكن جذيمة لم يعره بالا وأرسل إلى ابن أخته عمرو بن عدي ليتولى مهام الحكم في غيابه، وانطلق إلى تدمر. وعندما وصل إلى الزباء كانت بلباس حربي، فأيقن بعد فوات الأوان المكيدة التي وقع فيها ولقي حتفه. وحين بلغ عمرو بن عدي نبأ الانتقام غدرا عزم على الثأر لخاله، وأمر قصير بن سعد بالذهاب إلى الزباء ممزق الثياب مضرجا بالدماء مدعيا الهرب من بطشه، وأن يوهمها أنه من أشار على الملك جذيمة بالزواج منها. انطلت الحيلة على الزباء فأكرمته وأسكنته قصرها الذي استغل وجوده فيه ليعرف مداخله وأروقته والمخرج السري الخاص الذي تستخدمه الزباء للهرب في حال هجوم غير متوقع. ثم ادعى قصير أن له في الحيرة تجارة وعليه الذهاب ليأتي بها إلى تدمر، وفعلا عاد ومعه الجمال، لكنها كانت محملة جندا. سرعان ما انتشروا في ساحة قصر الزباء وطوقوه، ولما علمت الملكة حاولت الهرب من المخرج السري، لكن عمرو كان واقفا عليه ينتظرها فأيقنت هلاكها وقالت قولتها الشهيرة: بيدي لا بيد عمرو. ثم تجرعت سما كان في خاتمها وسقطت جثة هامدة، واتخذ العرب مقولتها مثلا لمن يختار أن تكون نهايته بيده لا بيد عدوه.